اهلا بيكم معانا، اخوكم ايمن نشار، مصري مقيم على الاراضي الروسيه. السلام عليكم، اخباركم يا شباب يا بنات يا كل الناس. نبدا كلامنا بسلام عليكم. السلام يعني سلام لكل الناس، ما بيخصش حد معين، بيخص كل الناس. عشان كده لما بنبدا اي فيديو بنقول سلام عليكم، وان شاء الله يا رب دايما في سلام هنا في سعاده. النهارده عايز اتكلم معاكم الفرق بين روسيا واوروبا. انا النهارده موجود في روسيا، معايا محمد موجود في بولندا، والمشاهدين بتوعنا موجودين في الدول العربيه، واللي موجودين في الدول الاوروبيه بيشاهدونا. شرف لينا ان انتم موجودين معانا، وشرف لينا ان انتم بتدعمونا. النهارده الفيديو دوت هعمله مع صاحبي وحبيبي صديقي العزيز. كل سنه وانت طيب، وعيدك سعيد، وعيد مبارك عليك وعلى اهلنا في الدول العربيه كلها، وعلى المسلمين وعلى المسيحيين وعلى كل الناس طبعا. عيد مبارك عليكم وعيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين. انا شايف اهوت بيتفرج معايا على الفيديو على فكره، بس انا شايفه برضه بيضحك، بس برضه شرف ليا وعلى راسي محمد ان انت موجود معايا النهارده. محمد شاب محترم، شاب من اجمل الشخصيات اللي انت ممكن تعرفها. صباح الفل يا محمد. حبيبي ايمون، صباح الفل عليك، صباح العسل عليك وعلى مشاهدينك الكرام. ايمون حبيب قلبي، يا رب يعجبكم الموضوع النهارده. وعايز اقول لكم ايمن راجل زي العسل وحبيب واخويا. طبعا انا النهارده هتكلم مع محمد في موضوع ايه الحاجات اللي يعملها عشان يعرف يعيش في بولندا، وهل محتاج الورق قانوني، وهل اخش اوروبا بورق قانوني، ولا الحياه اختلفت. اعرف هي ليه حلم الناس كتيره، برغم ان انا مش شايف ان في اوروبا حلم. يعني انا شايف ان في حاجات كتيره في الدول العربيه ممكن تكون اصلح وافيد للناس اللي عاوزه تعيش في اوروبا عامه، بس مش مشكله، كل واحد بيختار طريقه، كل واحد بيختار هو محتاج ايه. النهارده محمد هيقول لنا حياته في بولندا عامله ازاي، هنا في بولندا والمعيشه والمعلومات عامه، يعني عن طريق تجربه. انا عايش هنا في بولندا، لازم تقولوا مصري بولندي. محمد ايه اللي عاجبك في اوروبا؟ ايه الحلو فيها ان انت قاعد فيها، وليه قاعد فيها؟ احلى حاجة بتعجبني هنا النظام في كل حاجة، النظام اللي هو بترتب عليه كل حاجة في حياتنا. هنا كل شيء منظم، مكان ده هو الناس تمشي بعد كده بالدراجات بتاعتها كده، تمشي بالعجل وتتمتع، تروح هناك كده هو تلاقي مكان هضبة عشان بعد كده في ايام التلج الاطفال الصغيرين بيحبوا الحاجات ديت، ويحب ان هم يتزحلقوا بقى على التلج والايه والكلام ده كله. عشان كده بقول لكم كل حاجه بتتعمل هنا عشان خاطر ايه، راحه الانسان. طب انت ليه يا محمد مش عايش في المانيا مثلا؟ انت موجود في اوروبا، يعني انت سهل عليك انت تروح المانيا، تروح انجلترا، تروح اي حته في اوروبا. ايه اللي مخليك قاعد في بولندا مثلا؟ تعمل فلوس، الدنيا حلوه معاك هناك. عارفين ليه انا ما سافرتش المانيا وما سبتش هنا ورحت على المانيا؟ انه اللي اقول لكم على حاجه، انا اصلا اول ما جيت قررت ان انا اسافر، انا جيت هنا عشان مراتي، عشان حاجه اسمها شمل الاسره، ان احنا نفضل مع بعض ما نفرقش، ونفضل كل واحد في بلد تانية. وده الهدف كان من السفر. بالنسبه للفلوس، فانا اشتغل وشغلي قبل كده كنت بشتغل شغلانتين عشان اقدر ان انا اعمل اللي انا عملته حاليا دلوقتي. فانا مش محتاج ان انا اسافر المانيا، وعايز اقول لك ممكن تنجح في اي مكان. محمد اسعار العربيات المستعمله عندك ايه؟ العربيات المستعمله اسعارها فوق الخيال، بتختلف جامد، لان انت بتوديها فين؟ بيجيبوا عربيات من المانيا، بيجيبوا عربيات من هنا ومن هنا، بقى في مشكله في الموضوع ده. كل بيت تلاقي عنده 5 6 عربيات. عايز تشتري سياره هنا يا صاحبي، فالسيارات هنا اسعارها تحفه، اسعارها يعني اقول لكم على حاجه، ان انت ممكن تجيب عربيه ب 1000 زلوطه. 1000 زلوطه ده يعني مش عارف قد ايه مصري، 5000 جنيه مصري ولا ايه كده ولا الكلام ده. احسبوا انتوا بقى العمله مع نفسكم، مش هقعد احسب لكم العمله. بقول لك يا محمد، هو انت ازاي ممكن تتعرف على البيت في بولندا، وازاي ان انت تقدر تعيش في بولندا وكده؟ يعني لو حبيت ان انا اتعرف على بنت بولنديه، يعني محتاج مواقع، محتاج اي حاجه ان انا اخش اتعرف عليها، ولا سهل ان انا ممكن اتعرف عليها في الشارع او في اي حته؟ ولو دخلت اتكلمت مع بنت بولنديه هتضربني وهتشتمني ولا اي حاجه؟ طريقه سهله قوي وطريقه جميله، خليك جريء انت ومفيش حاجه ثانيه تعملها، كونك ان انت تكون جريء وتروح تتكلم مع البنت بكل احترام وبكل ادب، مفيش مشكله، شبشب وتضربك بيه، لا انت بكل طريقه وباحترام عجبتك البنت ان هي، والله روح اتكلم معاها باحترام وبادب، هتلاقيها لقيتها متقبله الكلام معاك والكلام ماشي على هواها، فان انتوا هتكملوا. الكلام مش متقبله معاها هتقول لك معلش انا اسفه انا مرتبطه،
هو ده اللي هتقوله ليك، هو ده النظام هنا. محدش بيروح بقى ويغلس ويقعد بقى يلف ويحور والحوارات دي كلها، لا الموضوع سهل وبسيط خالص. جابيكي وانا عايز اتكلم معاكي، ممكن نتقابل نقعد مع بعض شوية نحكي مع بعض شوية. هي لو قابلة الشخص اللي هي بتكلم معاها فان هي هتفتح المجال، مش قابلاك هتقفل المجال على طول. الموضوع سهل خالص يا جماعة. مش معنى ان صاحبتك معاك في الشغل بتتكلم معاك وبتضحك معاك فمعنى ان هي كده بتحبك مثلا او عايزة تمشي معاك، لا ده هو عادي. يعني ان هي صاحبتك بتتكلم معاك وبتهزر معاك ده حاجة عادية، حاجة صريحة هي على طول هتصرحك بيها او انت هتصرحها بيها. فمفيش ان انت تاخد الموضوع على طول فهي بتحبني وانا الواد الفتك والواد اللي كده واللي كده، لا في طريقة للكلام في كل شيء. مفيش مشكلة ان تتكلم وتعرض عليها كل حاجة وهي نفس الموضوع ما بتتحرجش وهترد عليه بكل احترام وكل ادب. انا عاوز اعرف منك التعليم في اوروبا عامل ايه؟ يعني في بولندا الجامعات بتختلف ولا التعليم كله واحد ولا متشابه؟ ايه الاختلاف وايه الفرق ما بينهم؟ التعليم في بولندا والجامعات البولندية معترف بيها في دول الاتحاد الاوروبي كله، اول حاجة معترف بيها العالم كله. التدريس في جامعات البولندية على ارقى مستوى في كل مدينة، كل مدينة ما بتختلفش عن التانية. يعني الجامعة هنا في فروتسواف، الجامعة في فارشافا، في وارسو العاصمة، في بوزنان، في هنا كل الجامعات ما بتختلفش عن بعضها في اي شيء. كل التدريس نظام واحد، الاهتمام واحد. بالنسبة ان انت دلوقتي لو انت عايز تدرس باللغة الانجليزية في ممكن تدرس بالانجليزي، ممكن تدرس باللغة البولندية، وعلى ما اسمع ان في هيبقى قريب باللغة الاسبانية، مفيش مشكلة. يا جماعة محمد قناته يوميات مصر في بولندا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت، ما تنسوش تدعموا محمد وان شاء الله بتدعمونا كلنا. ازاي اقدر اقدم في جامعه في اوروبا او في بولندا عامه؟ يعني لو حبيت ان انا اقدم في جامعه الحاجات، يعني ان انا اتواصل مع مكاتب ولا مع شركات ولا اعمل ايه علشان اعرف اتوصل للجامعه اللي انا عايز ادرس فيها في اوروبا؟ انت تتواصل مع الجامعه مباشره، ما تروحش لاي سمسار، ما تروحش لاي حد يضحك عليك ويقول لك تعالى ابعت لي فلوس والكلام ده كله. انت تواصل مع الجامعة مباشرة وهم هيتواصلوا معاك وتبعت لهم الاوراق، هيبعتوا لك في مبلغ بسيط خالص بتدفعه في البداية، وهم يبعتوا لك اوراق كلها وتقدم بها للسفارة، وده كل الموضوع، مش محتاج اي لعبكة ولا اي شيء. اوراق بتبعتها، هم بيبعتوا لك التصديق ان انت سجلت، وتروح بقى السفارة بتاعتها. تمام، ده بالنسبة للتعليم. اسعار التعليم هيش غالية مقارنة ب دول الاتحاد الاوروبي كلها. تمام، ده التعليم. طيب بالنسبة للمواصلات والحاجات العامة هنا في الدولة، المواصلات في الدولة هنا من انضف المواصلات اللي تقابلها في حياتك، سواء في اوروبا سواء في اي مكان. بالنسبة لي افضل مواصلات موجودة في الوقت الحالي 24 ساعة. انت دلوقتي لو انت ما عندكش سيارة ما فيش مشكلة هتركب مواصلات، لو معكش فلوس تركب تاكسي هتركب مواصلات. 45 دقيقة بالليل بعد الساعة 1 بالليل بتلاقي اتوبيس معدي ويوصلك للمكان اللي انت رايح له. يوم العادي كل 15 دقيقة بتلاقي اتوبيس يمشي للمكان اللي انت رايحه. اتوبيسات نظيفة، حاجات جميلة قوي في منتهى الجمال. يعني انت لو انت طالب مفيش جنة مشكلة، هتعمل الكارنيه اللي هو بتاع الطلبة بالنسبة للمواصلات، وبتاخد تخفيض ومبلغ بسيط خالص بتدفعه، مش عارف 20% او 15% وحاجة زي كده. فما فيش مشكلة في المواصلات. الاسعار هنا في دولة بولندا في الايام الاخيرة وزي حالها زي اي مكان ان الاسعار اتغيرت بالنسبة في كل شيء. طبعا في الايام اللي احنا فيها ديت يعني الاسعار كلها طبعا رفعت بطريقة كتيرة قوي، مع ان احنا في نفس الوقت المرتبات قلت، ففي مشكلة في الأسعار. الأسعار شوية غالية، فخد بالك وانت في مصاريفك، ما تصرفش كتير، ما تصرفش في الحاجات اللي هي ملهاش لازمة، حافظ دايما على القرش اللي معاك. محمد، هو هل الشغل متوفر في بولندا ولا صعب؟ يعني نسبة البطالة قد ايه عندك وازاي نعرف ان انا اشتغل في بولندا؟ العمل هنا موجود في كل مكان. في احصائيات بتقول ان بولندا كلها على بعضها ما فيهاش 1%
نسبه ايه بطاله. المدينه اللي انا فيها ما فيها زيرو بطاله، اللي موجود فيها بطاله هم الناس اللي مش عايزه ايه تشتغل. طب المعونات في بولندا عامله ايه؟ في معونات الدوله بتدي معونات للناس اللي مش شغاله او الناس اللي واخده اقامات او الناس اللي واخده جنسيات؟ مفيش معونات للمين؟ للمغتربين. في معونات بيدوها لاهل البلد بس ده مش كتير، ده من نادر، باختلاف دول تانية أوروبية بتدي إيه لمدة 3 شهور والمعونات والحاجات دي كلها بس لأهل الإيه البلد. من المرتب بتاعي هعرف أحوش وأعيش منه وأبعد فلوس مصر أو أشتري إمكانيات في مصر زي الأول، ولا الوضع بقى بيختلف؟ على فكرة الدنيا بتشتي عندي يا محمد. الراتب هنا يكفيك للمعيشة فقط لا غير، لو أنت عايز بقى يبقى توفر فلوس أكتر فلازم تشتغل شغلانة واتنين. فالراتب بالنسبة للمعيشة 10/10 ما فيش مشكلة، الرواتب هنا كويسة بالنسبة للمعيشة ما هيش وحشة، بس ان انت عشان تحوش من ورا الراتب بتاعك وتعمل مبلغ والحاجات دي كلها فلا. طب الايجارات عاملة ايه واسعار الايجارات ايه عندك؟ عشان نعرف مثلا لو جينا بولندا وعايزين نعيش في بولندا يبقى عارفين الايجارات والاسعار ايه عندك. عايز اجر بيت ويتأجر اوضة، تأجر شقة، الكلام ده كله. لو انت هتأجر شقة 50 متر ده هيكون سعرها من 1500 زلوطة ل2000 زلوطة. انا بتكلم بالعملة البولندية، انت بقى دور العملة البولندية حاليا بفرق الدولار واليورو كام واحسب انت مع نفسك. محمد هو انت بتدفع ضرائب عندك؟ وهل الضرائب عالية عندك وكده يعني؟ والضرائب اللي انت بتدفعها دي بتروح على الهوا ولا بتستفادوا منها كاشخاص عايشين في اوروبا؟ ان احنا دلوقتي احنا بندفع هنا ضرائب وللدولة ما بنتهربش من الضرائب، وبعد كده الدولة بترد لنا الحاجات دي كلها في صورة زي دي، في بارك نظيف، في تعليم نظيف، في مدارس تتباني، في مستشفيات بتتباني، في كل حاجة بتتعمل. فلو كل دولة بتطبق القوانين اللي هي بتاعت الضرائب صح فكل حاجة هتلاقيها بالايه بالحاجات اللي هي الجميلة دي والمنظر ده. انا ما يهمنيش ان انا ادفع ضرائب كتيرة، ما عنديش مشكلة ان ادفع ضرائب كتيرة، بس في نفس الوقت بلاقي الحاجات الجميلة ديت ولاقي المناظر ديت اتمتع بيها. طب يا محمد لو حبيت اخد كارد عندك عشان اعمل مشروع تنصحني بايه لو حبيت ان انا اخد كارد؟ ما انصحكش اولا تعمل كارد. ليه يا باشا؟ الكارد اولا انت لو خدت الحاجة ب10 بتردها 30 فانت في مشكلة على طول. ما انصحكش ان انت تعمل قرض. الشعب البولندي هنا كل 3 افراد في واحد فيهم عامل قرض على ايه؟ على الاكل والشرب والحاجات ديت. وايه يا عم، في ناس بتعمل اكل قرض على الاكل والشرب والاجازات؟ في ناس بتعمل قرض على الاكل والشرب والاجازات والحاجات دي كلها. فالقروض 88% او 80% البلد هنا كلها ماشيه بالايه بالقروض، بس انا ما بفضلش اوعى تيجي هنا مش قانوني، اقسم بالله ما حد هيرحمك. بص يا جماعه انا هقول لكم نهايه الحوار، القصه مش في روسيا، مش في اوروبا، مش في الدول العربيه، مفيش اي قصه ولا في اي مشاكل. انا قلتها قبل كده في فيديوهات، اللي عاوز ينجح بينجح في اي حته. بس عامه علشان تعرف تعيش في روسيا او في اوروبا لو انت مش متجوز ما انصحكش ان انت تروح هناك او تيجي هنا، علشان الناس اللي متجوزة هي فقط اللي بيعرفوا يخلصوا أوراقهم بسهولة. إنما إن أنت تسافر هجرة أو هروب أو الكلام ده كله مفيش مشكلة هتوصل، بس للأسف إن أنت هناك هتقابل مشاكل إن أنت تخليص أوراقك. الدول الأوروبية صعب جدا فيها إن أنت تشتغل علشان تخليص الأوراق، صعب جدا لو أنت مش متجوز. اللغة 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 في أي حتة أنت محتاجها. هتحدد هدف لدولة معينة فلازم تتعلم لغتها علشان تعرف تعيش مع الشعب اللي انت رايح فيه. مهنة ولغة بيعرف يعيش ويعمل فلوس، اللي ما عندوش مهنة ولا اوراق ولا اي حاجة ما بيعرفش يعمل فلوس، بيبقى عايش مطارد من قبل اي حد، من قبل الحكومة، من قبل الناس، من قبل كل حاجة. فعشان كده بنصحك ان انت لو حبيت ان انت تعيش في روسيا او في اوروبا ان انت تخلص ورقك مظبوط وتسافر اي حتة بورق سليم. شكرا ليك يا محمد وشكرا لكل الناس اللي هي تابعت معانا. اتمنى ان انا اشوفك دايما في دوام الصحه والعافيه، وان شاء الله عيد سعيد عليكم. اتمنى لكم كل الخير واتمنى لك كل حاجه حلوه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، ايام مفترجه. سلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.